لسه مكملين مع حضراتكم ونروح لنوعيه اخرى من الاخبار ومجموعه اخرى من الجوائز، الجوائز المهمه جدا للمثقفين في مصر وفي العالم العربي، بقوا ينتظروها خلاص كل عام في جائزه الشاعر احمد فؤاد نجم لشعر العاميه، خاصه بعد ما كان ظهر عدد كبير كمان من النجوم المصريين في اللون ده من الشعر والقائه، الجائزه طبعا بتنظمها مؤسسه ساويرس للتنميه الاجتماعيه واللي اعلنت عن اسماء الفائزين في الدوره السابعه اللي طبعا ابرزهم الشاعر الشاب المتألق مصطفى إبراهيم. عندنا تقرير مهم جدا عن الجوائز، هنروح نشوفه مع بعض ونرجع نكمل حلقتنا. أنا كل سنة بطلع من الذكرى دي ومن الجوائز اللي وزعها على الشباب ده بأمل كبير جدا، لما تشوف الشباب ده والإبداع اللي عنده يعني هي دي أكتر حاجة أنا بتسعدني، أنا بقعد الساعتين دول بطلع بمشاعر غريبة جدا وأنا ماشي يعني، واخد بالك؟ شباب من 20 ل 30 سنة، في عبقرية، في ذكاء، في تحس إن روح أحمد فؤاد نجم ما راحتش، وكل واحد فيهم بيطلع بيقول إن أنا أول حاجة قريتها كان أشعار أحمد فؤاد نجم. في نفس الوقت احنا كتسمينا جمعية محبي احمد فؤاد نجم الله يرحمه بنتونس ببعض لما بنتقابل، طبعا كل سنة واحد بيغيب يعني الموت وده مكتوب علينا كلنا يعني، لكن اللي بيبقوا فاضلين بيحسوا ان دي الليلة اللي بنقعد فيها كلنا مع بعض ونحس بيه ونلاقيه موجود، هو شخص كان يبعث على السعادة يعني، انا اول ما افتكره اضحك لانه هو كان عنده قدرة إن يقلب أي موقف لضحك بذكاء وبعبقرية فذة، ناهيك بقى على إنه كان مثل للإنسان المصري الوطني اللي كان يحمل شرف كفاح وشرف الكلمة النظيفة وكان بيحس بالفقير وبالغلبان. كل جيل فيه عظماء، وعايز أقول وأنا عندي دائما ما فيش حاجة اسمها في مفهوم أنا شخصيا يعني زمن الغناء الجميل، وكأنه في مجموعة ناس خدوا الفن الجميل معاهم وروحوا، لا، الفن الجميل موجود طول الوقت، الشعر الجميل موجود طول الوقت، الغنى، الكتابة، الرواية، كل شيء، كل جيل عنده عظماء. في هذا الجيل اللي عنده حاجة وعشرين سنة في فؤاد حداد قادم، وفي صلاح جاهين قادم، وفي أحمد فؤاد نجم قادم، غاية ما في الموضوع إنه الفرص بس في التواجد وفي الانتشار، يمكن كانت الظروف قبل كده كانت أفضل، كان وجود الشعر في حياتنا كان موجود بشكل أوسع، للأسف الشديد إنه الثقافة الجادة بصفة عامة مش واخدة مساحتها الإعلامية، هي موجودة إنما متراجعة في وفي المقابل بيتقدم قوي الترفيه بكل أنواعه. الكتاب بتاعي اسمه آليات الكتابة السينمائية في شعر العامية المصرية، الكتاب بيتناول تفاعل شعر العامية مع المنجز السينمائي عموما، وبتفاعل شعر العامية المصرية مع آليات كتابة السيناريو السينمائي، وتطور فكرة المشهدية في قصيدة العامية المصرية على مختلف الأجيال، يعني بدأ من أول بيرم التونسي لحد جيل مصطفى ناصر ورفاقه، يعني اللي هو يعني يعتبر أحدث جيل في شعراء العامية المصرية. بس ما ربنا من عليا، والكتاب السنة دي فاز الحمد لله في جائزة نجمه، جائزة نجمة جائزة مهمة نوعية